الشاورما كلنا منحبها وصار في منها مليون محل بالأردن. توصلنا للسؤال إيش هي أرخص وأغلى وجبة شاورما بعمان، فسألتكم تساعدوني وبديت رحلتي عشان ألاقي لكم هذا الجواب. وأول إشي طرحتوه علي هو شاورما الريف، طلبت الوجبة أكلت منها وبصراحة كانت زاكية وطلعت علي الوجبة بالكامل دينارين. بعد هيك رحنا على شوي أغلى أوربن شاورما عشان عندهم وجبة مميزة معمولة من الواجيو بيف اللي هي لحمة كتير زاكية بس تيجي من اليابان، هاي عن جد حبيتها، طلعت علي بأربع دنانير وستين قرش بأكتر من ضعف أول وحدة. آخر إشي واللي هي أغلى وجبة شاورما لقيتها كانت بالفور سيزنز عندهم باللاونج، عادت ريحت وصلتني الشاورما على الطاولة، هيك طلع شكلها مع بطاطا ومخلل ومتومة وكاتشب، أكلتها كلياتها وطلعت علي ب19 دينار و80 قرش واللي هي 10 أضعاف أرخص وحدة. فحكولي أنتوا أي وحدة حبيتوا، وإذا في عندكم أي أكلات تانية بتحبوا أشوف لكم إشي أغلى أو أرخص وحدة بعمان ما تكتبوا لي إياها بالكومنتات.